صنف طيب اللي عملنا انه اخذنا متوسط المتوسطات اكس دبل بار هذه اكس دبل بار طبعا اللي هو سميشن اكس بار لكل المتوسطات على 10 على مو على 10 على ان يعني على ان على ان سوري هذه غلطه هذا غلطه اوكي غير يا خلص بغير انا بعدين ما خلص يا اللي هو 398 398 اللي قبله لاحظ هنا كم 398 الافريج كان مجموع 398 على مجموع على عدد الاعراب اللي بتساوي كم 15.95 اور كنترول ليميت اكس بار زائد زد سيجما احنا قلنا انه سيجما اكس بار بيساوي 1 على قدر ان سيجما اكس الانحراف المعياري اللي هو الانحراف المعياري هنا 14 على قدر ايش؟ قدر 4 اللي هي من 4 مشاهدات 4 مشاهدات بشكل او باخر 4 مشاهدات لانه ناخذ قدر الانحراف المعياري لهم مضروبه في 3 اللي هي قيمه الزد وقلنا 3 قيمه الزد لانه عند 99 كونفدنس ليفل عند 99 كونفدنس ليفل عند زد بتساوي 3 لاحظوا ان حدود ارتفاع القيمه بين 16.16 و 15 بوينت كم؟ 74 لاحظ ايضا بان ايش؟ بان العمليه اندر كنترول. هذا طبعا الجدول اللي قلت لكم عليه A2 على حسب حجم العينه، حجم العينه 2 معناته عندي 1.88 الى حجم العينه 25 هذا الكلام. لـ D3 و D4 طبعا هذا من شان اذا من اجل الرين ار تشارت في بو ايش؟ في بو هذا الكلام. طيب رين ار تشارت عندي ايش؟ لاحظ رين ار تشارت يختلف عن بقيه التشارتات اللي هو في انه اليو اس ال او الاور كنترول ليميت عباره عن الدي 4 D4 طبعا الرينج او رينج بار هو ذا مين اوف ذا رينج لاحظ انه عندي كله جاهز الرينج بار بيساوي سميشن ار على من على ك رينج اوف اتش سامبل بقول ك عباره عن نمبر اوف سامبل هذا اخر حاجه الان نحاول تطبيق هذا الرينج ما دام احنا في حاجه ما بنشوف ايش فيه